في محافظة الفيوم تم وضع حجر الأساس لإنشاء مستودع استراتيجي على مساحة 10 أفدنة بتنفذه وزارة التموين باستثمارات بتتراوح من 1.5 ل 2 مليار جنيه. المشروع بيتم تنفيذه لضمان سلامة وجودة المنتجات وكمان تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام. نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الأستاذ سيد حظ الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم. بنرحب بحضرتك يا فندم وصباح خير على حضرتك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. صباح الخير وصباح الخير على المواطن المصري. عايزين في البدايه كده نعرف الساده المشاهدين معنى المستودع الاستراتيجي، ايه المقصود بيه واهم تفاصيله وملامحه يا فندم؟ طبعا يا فندم، استمرار لتنفيذ توجيهات فخامه السيد رئيس الجمهوريه بتامين مخزون استراتيجي امن من السلع الاساسيه والمنتجات الغذائيه تمت الصنع. قام معالي الوزير الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه ومعالي الوزير الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم بوضع حجر الاساس للمخزن الاستراتيجي بمحافظه الفيوم على مساحه زي ما حضراتكم قلت 10 افدنه باستثمارات تتعدى ال 1.5 مليار جنيه. المصنع طبعا المخزن تابع لشركه الفيوم للمخازن والمستودعات الاستراتيجيه، وشركه اوراسكوم هي الشركه المنفذه كبرى الشركات الهندسيه. تنفيذ ان شاء الله لمدة 18 شهر باذن الله، واستشاري المشروع هو مكتب الاستشارات الهندسيه بالكليه الفنيه العسكريه. الهدف طبعا من انشاء المشروع يا فندم زياده الاحتياط الاستراتيجي من السلع الاساسيه، السلع التموينيه تصرف البطاقه التموينيه والسلع الاستراتيجيه الاساسيه للمواطن. والمخزن ده هيخدم المحافظات المجاوره على اساس تتامن احتياجات الاستراتيجيه من السلع الاساسيه في المحافظات المجاوره الجيزه، الفيوم، بني سويف، المنيا. والهدف كمان تقليل الفاقد والهالك من هذه السلع، زي ما كان الصوامع الشوان كانت زمان القمح كان بيبقى فيه فقد وهدر كتير. صحيح. المخازن ده ان شاء الله ما فيش اي فاقد ولا هالك، بالاضافه الى تقليل حلقات التداول بيؤدي الى طبعا خفض عمليه الاسعار ورفع كفاءه يا فندم المخزون السلعي من خلال ربط الكتروني كامل بين المخازن والمستودعات ان شاء الله لتحقيق اهداف التنميه المستدامه ومبادئ الحوكمة على أساس استغلال أمثل للمخزون وتوفير بيئة مناسبة سواء تبريد أو تجميد. أو قبل ما نتكلم عن تفاصيل التصميم وإنشاء المشروع، عايزين نقول إن دي المرحلة الثانية أو بإنشاء هذا المشروع، بإنشاء مشروع الفيوم يكون دي قفلنا المرحلة الأولى وثلاث مستودعات غذائية موجودة ومختلفة في مختلف المحافظات. لو نتكلم عن أصلا الهدف من إنشاء هذه المشروعات والمستودعات ومستودع الفيوم بصفة خاصة. هو طبعا الهدف من الأساس هو تم اختيار الأماكن فندم بالنسبة لضبط المنظومة التموينية على أساس أن احنا بيتم اختيار المكان ده سواء بالقرب من المناطق اللي فيها المواني والسلع المستورده او محيط المنطقه الصناعيه المنتجه لهذه السلعه. تم تحديد يمكن المرحله الاولى كانت السويس وكان الاقصر والفيوم. ان شاء الله رب العالمين هتتم في خلال 18 شهر باذن الله. الهدف تقليل الفقد والهالك على اساس ان ما يبقاش في اي نسبه من الهالك، وتقليل حلقات التداول طبعا من مخزن لمخزن لمخزن. الكلام ده كله بيأثر، ووسائل النقل بيأثر على الاسعار. ان شاء الله هيبقى في تخفيض في الاسعار وتوفير السلع بسهوله لجميع المحافظات المجاوره. طيب ايه هي اهم التفاصيل اللي تم مراعاتها في تصميم وانشاء المشروع حتى يكون كمان مواكب ومطابق للتقدم التكنولوجي، خاصة ان احنا استاذ سيد الفترة اللي فاتت شفنا توجه الدولة المصرية لانشاء مناطق لوجستية كثيرة في اكثر من مكان وفي اكثر من محافظة. هو يا فندم المخزن هيبقى فيه جميع وسائل التخزين سواء تبريد او تجميد على اساس اللحوم والاسماك والدواجن، كل السلع الغذائيه اكثر من 30 سلعه هيبقى متوفر فيها اماكن التخزين كامله على اساس ان هي تسهل عمليه الصرف، بالاضافه ان طبعا هتسهل ضبط المنظومه التموينيه ويسهل معرفه ارصده جميع المحافظات بكل سهوله ويمنع حدوث اي تلاعب في الارصده. اكيد المخزون الاستراتيجي من المنتجات المفروض يكون بيكفينا كام شهر؟ احنا دايما بنسمع مصطلح المخزون الاستراتيجي بنبقى مش عارفين ده المفروض يقعد معانا قد ايه، ده بيختلف من سلعه للتانيه، ايه قصه المخزون الاستراتيجي دي لو نبسطها؟
هو فندم المخزون الاستراتيجي كل سلعة بيبقى لها مخزون حسب معدل استهلاك المواطنين من السلعة. يمكن معالي الوزير تكلم على المخزون الاستراتيجي على مستوى مصر الدولة. طبعا المخزون الاستراتيجي هي كمية السلعة اللي موجودة في المخازن أو في الدولة على أساس تكفي المواطنين كام شهر. فطبعا زيادة كام شهر دي بقى المخازن. عندنا رقم ثابت في كام شهر دي؟ لا كل سلعة لها حسب الكمية المتاحة موجودة. حسب الكمية المتاحة، يعني القمح بيبقى ليه كمية، السكر، الزيت، كل سلعة لها مخزون استراتيجي حسب الكمية اللي موجودة بمخازن الدولة. تمام. طب حضرتك قلت لنا انه المستودع ده او المخزن الاستراتيجي مش هيخدم الفيوم فقط، هيخدم كمان محافظات مجاوره بشكل كبير، وتم وضع وتدشين وتم وضع حجر الاساس. المده المستهدفه للانتهاء من هذا المشروع قد ايه يا فندم؟ ان شاء الله يا فندم هو مده التنفيذ ان شاء الله 18 شهر. 18 شهر ان شاء الله. المفروض 2024 بدء المرحلة الثانية من تنفيذ المستودعات اللي هي برضو هتشمل على ثلاث مستودعات أخرى أو ثلاث مستودعات جديدة. حضرتك عندك فكرة عن الأماكن المختلفة اللي هيتم فيها إنشاء المستودعات دي؟ هو طبعا يا فندم لسه بيتحدد الأماكن حسب الاحتياجات وحسب طبيعة كل منطقة. أكيد. النقطة المهمة يا أستاذ سيد دايما اللي بيسأل عليها الناس ورجل الشارع، ده هيأثر إزاي مش بس في إتاحة السلع التموينية والغذائية، لكن هيؤثر إزاي في الأسعار؟ يعني لما يبقى عندنا مستودع استراتيجي بهذا الحجم، إزاي ممكن يوفر ويقلل في أسعار بعض السلع؟ لما يكون يا فندم المصنع أو المكان المنتج أو كده بيحول إلى السوق الكبير، او بعد كده بيتحول الى تاجر الجمله وبعدين تاجر نصف جمله وبعدين تاجر التجزئه، فده بيزود حلقات التداول. وكل حلقه من دي بتاخد نسبه من الربح. لان طبعا وجود المخازن الاستراتيجيه دي بيطلع من المصنع الى المخزن الاستراتيجي مباشره منه للتاجر التجزئه، فمعنى كده قللنا حلقات التداول بالاضافه الى ما فيش. نقطة مهمة جدا يا فندم، الحلقات الوسيطة وحلقات التداول دي اللي بتزود كل حلقة بتزود هامش ربح، دي خلاص هتتلغي، هيبقى في مباشرة من المخزن للتاجر، صح كده؟ بالظبط يا فندم، بالظبط كده. طيب اعتقد ان ده تنفيذ كمان للميكنة اللي بتحصل وللرقمنة اللي بتحصل، يعني اعتقد انه هيتم تسجيل كل البضائع الموجودة بأسعارها في منظومة بقى السعرية، وهيبقى معروف سعرها الكترونيا، مش هيبقى فيه تلاعب في الأسعار أبدا. ده يا فندم سعر وكمية وتاريخ دخولها المخزن وتاريخ خروجها من المخزن. في تحكم آلي كامل بجميع المخازن على مستوى الجمهورية. أكيد أكيد. كل الشكر ليك الأستاذ سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، شكرا جزيلا. خطوة مهمة جدا طبعا يعني منا لإتاحة السلع الاستراتيجية بالإضافة كمان لضبط الأسعار وضبط الأسواق، وزي ما قال لنا أستاذ سيد إلغاء الحلقات الوسيطة دي اللي هي بتزود في أسعار أو قيمة الأسعار للسلع بشكل كبير.